الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. هدد أصحاب منافذ صرف الرواتب بإيقاف شامل لعملهم بعد استقطاع جزء من عمولتهم، وقال أصحاب منافذ الصرف إن مصرف الرافدين أصدر قراراً باستقطاع مبلغ وقدره 1000 دينار على كل 1,000,000 دينار عند سحب أموال صاحب المنفذ تحت مسمى عملية العد والفرز، وكذلك استقطاع 3,000 على كل عملية سحب، وهذا ينعكس سلباً على صاحب المنفذ، علماً أن جميع المصارف الأخرى وشركات الدفع الإلكتروني لا تستقطع أي أموال عند سحب أصحاب المنافذ. أكد خبراء اقتصاديون أن جميع القطاعات الاقتصادية في محافظات شمالي العراق بدأت تتأثر بالأزمة المالية، حيث بدأت تلك القطاعات باستغلال قضية عدم توزيع رواتب الموظفين. وقال الخبراء إن الشركات الأهلية والمعامل ورجال الأعمال والمقاولين يستغلون الأزمة المالية في كردستان العراق بسبب عدم صرف رواتب الموظفين، حيث تقوم تلك الجهات بصرف أجور متدنية جداً للعاملين فيها، موضحين أن العامل في كردستان العراق يضطر للعمل بتلك الأجور القليلة بسبب الأزمة المالية وعدم وجود البديل وعدم صرف الحكومة رواتب الموظفين حتى الآن. قال مختصون بالشأن المالي إن نجاح الدفع الإلكتروني بمحطات التعبئة في العراق مرهون بتخفيض العمولات، وأضاف المختصون أن الدفع الإلكتروني يعد إحدى الوسائل المتقدمة بالإدارة النقدية، وتعمل على تقليل اكتناز النقود والذي يساهم بانخفاض مستوى التداول النقدي، وبالتالي رفع مستوى التضخم نتيجة لقلة النقد المتداول بالسوق، مؤكدين أن التحول نحو والدفع الإلكتروني يعد خطوة جيدة نحو السيطرة على التداول النقدي وتخفيض مستوى التضخم. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي في اليمن، رداً على الهجمات التي شنتها الميليشيا المتحالفة مع إيران على سفن البحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار $1.81 لتصل إلى $79.22 للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار $1.80 ليصل إلى $73.82 للبرميل بحلول الساعة 1 بتوقيت غرينتش. أعلنت منظمة العمل الدولية عن تحذير من ارتفاع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، معربة عن قلقها من ركود الإنتاج وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح. وتوقعت المنظمة أن يرتفع معدل البطالة العالمي مع تزايد قلقها من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة وتأثير التضخم على الدخل، مشيرة إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا تباطأ بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر، ما تسبب بانخفاض في الأجور الحقيقية وتراجعا في الدخل المتاح. وقبل الختام ننتقل إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.